وهلا شو في جديد على الساحة؟ شمس وقمر مسرحية سياسية وطنية وإنسانية عم تنعرض بها الأثناء على مسرح كازينو لبنان، وبتتناول موضوع التنازلات والانحناء. هدف المسرحية توعية الأشخاص على احترام أنفسهم ووجودهم. هالعمل من بطولة فارس الغناء عاصل حلاني والممثلة الرائعة نادين الراس. تفاصيل أكثر مع الكاتب والملحن وجدي شيو. مساء الخير، اهلا وسهلا فيك، تفضل. وجدي شيو، اهلا وسهلا فيك من الاخر. اهلا فيك. عم نسجل نحن الحلقه اليوم، بس وقت عرض الحلقه بيكون اول عرض لكم على مسرح كازينو لبنان. صح. خبرنا شوي اكثر كيف التحضيرات تمت، واخيرا هذا العرض من بعد سنتين من العمل. انا بدي خبرك من الاخر، لانه اذا من الاول بدي شي 5 حلقات ومش هذا البرنامج. مش هيك من الاخر. من الاخر اخذت وقت طويل. نعم. القصة هي قصة تجارب شخصية واطلاع على العالم كيف عم يتغير. لقيت حالي بحياتي الشخصية قدمت تنازلات كتير بكتير شغلات. لقيت قلت بيكفي هالقد. بس كيف بدك تقول بتنزل تحمل بتتظاهر بتحرق دوليب ما بتزبط. بتقولها بالموسيقى، بتقولها بالكلمة. فترجمتها بشمس وقمر. شمس وقمر هن اثنين يعني رمزين اذا بدك، هن بيضوا على الناس بس بشكل عام ما بيلتقوا بالحقيقه. هن ما بيلتقوا لا الشمس ولا القمر، ما بيلتقوا مع بعض، بياخذوا من بعضهم. مزبوط. والقصه بلشت من هون، انه شمس بنت بتجنن وقمر قمر بحبوا بعضهم. قمر مساق بانه شاب بيشبه عاصل حلاني كتير، أو هو نفسه إذا بدك، لأنه اكتشفت كتير إشياء في تقارب بينه. نعم. وبين قمر. قمر بيرفض التنازلات، بيرفض النخ، بيرفض الانحناءات. المسرحية بتبتدي بعرس، العرس ما بيكفي، بتجي رجال السلطة الحاكمة بتكمش قمر بليلة عرسه. فشمس طبعا بنت عم تحتفل بزواجها، تخيل كيف بدها تصير اكيد ما رح نعطي ما رح نخبر القصه، لا بس انه هي بتدل على الانحناءات يعني. نعم. اخر شيء بتقرر تاخذ القضيه وتكفي هي. طيب هيك عم بتخبرنا كيف تخلص المسرحيه. لا 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 في لا، هي واثق الخطوه يمشي ملكا. نعم. عم خبركم شيء مهم، بس الشيء بالجوا اهم بكثير. احداث التصاعد تبع الاحداث كثير مهمه. هاي اللي خبرتكم اياك قد يجوز انه تكون قصه عاديه انه بيحكيها اي حدا، بس نعم. تصاعد الاحداث ومعالجتها كثير مهمه. حبيب خبرين. انا اللي بدي اقول يمكن سلطنا شوي الضوء على عاصي وعلى نادين، بس الحقيقه انا وعم بحضر البروموسيون وهون بنعرف قد ايه اهميه البروموسيون. في قافلة طويلة من الممثلين المخضرمين المهمين كتير، وهذا الشيء أنا اللي صراحة شدني أنه أحضر المسرحية، بما أنه هلأ اليوم رح تكون أول نهار عرض وأكيد رح أحضرها من وراء هول، يعني أكيد عاصي ونادين. نعم. مهمين، بس منقى ممثلين من قيمة كمان الممثلين كتير مهمين وكتير مهمين. هيدا الدليل أول شيء احترامي لكل حدا بيشتغل بالمسرح، لأنه أنا موسيقي وبحياتي ما اشتغلت شيء تاني بهالمجال. بحترم الناس اللي ما بتتسلط عليهم العضوية كتير، لأنه بيبقوا عم يعطوا جهد قوي. ولهسبب البروموشن كان لافت إنه دليل على المضمون. صح. باحترام شديد للنجوم، والنجوم هودي اللي سمعتون إن كان عاصي الحلاني أو نادين راسي، هني بيحملوا مضامين بقلبهم، بس كان حدا بده يطلعها منهم. ما كان في برودكشن عم يجي بيقول لهم قولوا هاللي بدكم تقولوه، أما هني بخلال مسيرتهم ولقاءاتهم اللي متبعها هني بيحبوا يقولوا شيء،
بيحبوا يكونوا شيء مميز. والدليل على هيدا انه عاصي الحلاني هو سفير، وان شاء الله نادين بتصير سفير ان شاء الله. من الاخر حبيب كوبري، من الاخر انا بكل موضوعيه رح روح احضر هيدي المسرحيه لانه شدتني كثير، والاسامي اللي فيها لامعين، واكيد اسمك مزين. يعني الله يخليك. انا يعني اللي عملوا الاعلان اصروا انه يكون في كريدت هالقد للمؤلف والملحن، علما انا بحياتي بالبرات الضوء كثير، فهلا عندي مشكله مع هو الاسم كان بالضوء والوجه يمكن مش كثير. واللي بقلك كثير الضوء على كل لحظه ملاحظ. انا بحب شمس وبحب القمر، سو اكيد لحالي. راشد بحصلي، انا حبيت الرمزيه بين الشمس والقمر اللي بيكملوا بعضهم بس ما بيشوفوا بعض. نعم. مثل بديانتين، او اذا بدك السنتين، السنه الشمسيه والسنه القمريه. سو بهنيك كيف جمعتنا. سينا كرام. بين القمر والشمس، انا والقمر جيران، ان شاء الله تكون مسرحيه كثير حلوه. نحن والشمس والقمر جيران. جيران. وزينا كمان. استاذ وجدي انا بشكرك لانه بعصر اللا كرامه والتزلف انت هيك اعطيتنا هلا بهالمسرحيه، رح تخلينا نرجع انه يكون عندنا عزه نفس وكرامه، ما بقى نتزلف بقى هيك بوقتك. أنا صراحة بتمنى أنه تكون ردة الفعل تبعي وقت أظهر منا مثل وقت شفنا تفاصيل عنا واستقبلنا حضرتك، فإن شاء الله بكل التوفيق. هيدا المطلوب. سيدي شاية، بدي أقول لك هيدا عالم المسرح ضخم جدا، وكمان الأشخاص بينزلوا له بهيدا الضخامة، مش هيك؟ أنا بدنا ننطر كلنا تنروح ونحضر المسرحية تنشوف هيدا المسرح الغنائي يلي حضرتكم تميزتوا فيه، وحضرتكم كمان اليوم يعني بعد سنتين من العمل المتواصل قدرتوا توصلوا وقدرت تبصر النور هالمسرحية اللي كتار من الأشخاص حاطين أملهم عليها، إن كان بالتأليف إن كان بالتلحين وإن كان كمان بعدد الكبير من النجوم اللي موجودين. يعني يمكن الوقت ما سمح لي أن أذكر هالفريق الكبير، ولكن بوجه لهم تحية، وكله مذكور بالبروشور تبع المسرحية. أكيد تحية كتير لكل الأشخاص اللي رح يكونوا موجودين بالمسرحية، وجود لك لكم. شكرا كتير لوجودك معنا ليلى.